خبر بس مش متاكدين من صحته قوي. في خبر بيقول ان بشار الاسد مات دلوقتي. والخبر الثاني الله اكبر. ممكن شباب نسمع 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 نسمع. دي المعلومه الاولى، دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه بتقول ان هو هرب بره سوريا، يعني هو هرب لاما مات الان. بشار الاسد لاما هرب لاما مات الان. والآن نستمع إلى كلمة الشيخ محمد حسان.